الشهود ديالنا، خرجنا الشارع، درنا مسيرات، اعتصامات، انزالات، ولكن ما بقى عندنا ما يدار. نقسم بالله العظيم الا غتكون احراق الذات، ومن هنا كندعو الدولة باش تحمل المسؤولية. نقسم بالله غناخذوا اضراب عن الطعام حتى الموت. نقسم بالله لان الاطر تعرضت للكسر في اليد الرجل، والو ما كاينش حوار. وبالتالي حنا غنقوموا بخطوات تفعيليه، غنغادروا هذا الوطن يا اما بالموت اضراب عن الطعام او بحرق الذات، وغنغادروا بشرف. وشكرا جزيلا.